نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات الجامعية. وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء، مشددة على أحقية كافة طلاب الجامعات في دخول الامتحانات. وقد أكدت الوزارة أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، مشيرة إلى قيام عدد من الجامعات الحكومية بتخصيص ميزانية لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لسداد المصروفات عن الطلاب المتعثرين.